السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي، يا ترى ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو مجال مدهش لعالم التكنولوجيا اللي بيخلي الأجهزة تفكر زي البشر. طبعا ده بأنظمة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب ذكاء بشري، مثل التعرف على صور وترجمة اللغات واتخاذ القرارات. استخدم الذكاء الاصطناعي برضه في مجالات متنوعة زي الطب، حيث يمكن إن احنا نستخدمه في تشخيص الأمراض وتوجيه العلاج، وفي الصناعة حيث ممكن إن هو يزيد الإنتاج ويقلل من الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية، تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال توصيل المنتجات وتحسين خدمة العملاء. كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية لتمكين السيارات من القيادة ذاتية القيادة وتحسين السلامة على الطرق. الذكاء الاصطناعي يعتبر محور كبير الابتكار والتطور في العصر الرقمي الحديث، يعتبر من أهم التقنيات الناشئة اللي بإذن الله هتغير شكل حياتنا من المستقبل. ومن ناحية تانية، في ناس بتخاف من الذكاء الاصطناعي لأنه ممكن يأثر على طول العمل والخصوصية الشخصية، حيث يمكن إن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية وجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية. لذلك من المهم إن احنا نواصل مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع، وإنك تخلي بالك كل ما تيجي تستخدم أي تقنية فيها ذكاء اصطناعي. سيبك بقى من كل اللي أنا قلته ده، الفيديو ده كله معمول بالذكاء الاصطناعي. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد.